متابعينا ومتابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من الاسكندريه، ونحن نتابع مع حضراتكم حاله المنخفض الجوي الذي تتعرض له الاسكندريه اليوم، ويعني حاليا انخفاض كبير في درجات الحراره، والطقس اشبه بالصقيع يضرب الاسكندريه الان. انخفاض كبير في درجة الحرارة الأسكندرية، يعني تصل درجة حرارتها في الليل إلى 11 درجة في الصغرى. كمان هناك تحذيرات من انخفاض أكبر في درجة الحرارة غدا الاثنين. اسكندرية هتسجل بكرة 15 درجة في العظمى و 11 درجة في الصغرى، يعني إذا يعني نهار شديد البرودة وشديد البرودة يعني أيضا ليلا في هذا المنخفض الجوي الذي تتعرض له الأسكندرية بدءا من اليوم. يعني كما نتابع مع حضراتكم الطقس يعني شديد البرودة جدا في الأسكندرية، وكمان الأمطار لا تنقطع. كنا مع حضراتكم في بث مباشر منذ قليل وكانت هناك أمطار غزيرة على الأسكندرية، الآن لم تنقطع الأمطار، هي أمطار خفيفة إلى حد ما في الأسكندرية ويصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة. هناك تحذيرات من أمطار رعدية غزيرة تضرب الأسكندرية في هذا المنخفض الجوي الشديد الذي بدأ اليوم ويستمر حتى غدا الاثنين، يعني يمكن الطقس يبدأ في التحسن بدءا من يوم الثلاث، ولكن هذا الطقس مستمر معنا حتى الغد. محافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف أعلن تعطيل الدراسة اليوم الأحد وغدا الاثنين نظرا لسوء الأحوال الجوية. أيضا منذ قليل أعلنت جامعة الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا بسبب هذا المنخفض الجوي الذي يضرب الأسكندرية، يعني إسكندرية بتشهد حالة من التقلبات الجوية المتلاحقة بدأناها مع حضراتكم من الاثنين الماضي ومستمرة حتى غدا الاثنين، يعني أسبوع شديد جدا على الأسكندرية وبرودة قارصة وأحيانا أمطار رعدية غزيرة، كذلك هناك يعني شدة في حركة الرياح اللي بتصل سرعتها من 60 إلى 70 كيلومتر في الساعة، ده يعني طبعا وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للظواهر الجوية اللي يصحبها هذا المنخفض الجوي. يعني نتابع مع حضراتكم هذا الطقس من التقلبات الجوية في الأسكندرية من كورنيش الأسكندرية الآن، ويعني برودة شديدة تضرب الأسكندرية تكاد تصل إلى حد الصقيع. نحذر حضراتكم بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة اليوم وغدا خاصة في فترات الليل اللي هتنخفض فيها درجة الحرارة جدا وتصل حتى 11 درجة.
شركة الصرف الصحي أعلنت حالة الطوارئ في اسكندرية ده منذ الاثنين الماضي، وما زالت ترفع حالة الطوارئ حتى يعني تحسن حالة الطقس وانتهاء حالة التقلبات الجوية. يعني قامت بنشر سيارات الشفط وسيارات التدخل السريع في جميع البؤر الساخنة والتي تمثل أماكن لتجمعات مياه الأمطار، وبالفعل يعني هناك سيارات التدخل السريع تجوب كورنيش اسكندرية ذهابا وإيابا، وزي ما احنا متابعين مع حضراتكم كورنيش الاسكندرية الآن يتمتع بسيولة مرورية واضحة بسبب تصريف مياه الأمطار أول بأول. يعني كمان ما زالت سماء الأسكندرية بدا بالغيوم، وزي ما قلنا لحضراتكم ان هناك امطار خفيفة الان قد لا تظهر امام الكاميرا ولكن يشعر بها المارة خاصة على كورنيش اسكندرية، وطبعا يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة. تعليمات وتحذيرات أصدرتها كمان محافظة اسكندرية للمواطنين خلال فترة المنخفض الجوي، يعني أولا برجاء ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في فترات الليل نظرا للانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وكمان هتنخفض درجات الحرارة أكتر غدا نهارا وهتسجل اسكندرية 15 درجة في العظمى، وده يعني نهار شديد البرودة. كمان في الليل هتصل درجة الحرارة إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة لقائدي السيارات برجاء عدم قيادة السيارات بسرعة تزيد عن 60 كيلومتر في الساعة، وده نظرا يعني شدة الرياح اللي يصاحبها هذا المنخفض الجوي واللي هتصل سرعتها من 60 إلى 70 كيلومتر في الساعة. كمان برجاء تجنب أعمدة الإنارة خاصة أثناء الأمطار الرعدية، وكمان تجنب الأشجار والعقارات المتهلكة. كمان يعني حذرت شركة الصرف الصحي قائدي السيارات من الركن على الشنايش والمطابق في شوارع الأسكندرية، وده يعني علشان الشركة بتقوم بأعمال تطهير مستمرة للمطابق والشنايش دي لعدم تراكم مياه الأمطار في الشارع وتعطيل حركة المرور. إذن هو منخفض جوي يضرب الأسكندرية بصقيع ليلا وبرودة شديدة في حالة الطقس مساء اليوم، ومستمرة حتى غدا الاثنين، برجاء من حضراتكم يعني اتباع تعليمات وإرشادات محافظة اسكندرية. وكمان يعني أكدت شركة الصرف الصحي على أن هناك غرفة عمليات مشكلة تعمل 24 ساعة لتلقي بلاغات حضراتكم في حالة وجود تراكمات لمياه الأمطار، والاتصال الفوري على الخط الساخن
ورقمه 175، وهو ما حددته شركة الصرف الصحي لتلقي بلاغات حضراتكم على هذا الرقم أو على الصفحة الرسمية لشركة الصرف الصحي على الفيسبوك. طقس شديد البرودة يضرب الإسكندرية الآن، ويعني برودة شديدة تصل إلى حد الصقيع. متابعينا متابعي اليوم السابع، هنتابع مع حضراتكم مع حالة التقلبات الجوية وتداعيات المنخفض الجوي الذي تتعرض له الإسكندرية بدءا من اليوم. شكرا لحضراتكم، كنت أنا معكم جاكلين منير مراسل يوم السابع في الإسكندرية. شكرا.